السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من وزارة التربية وبشكل رسمي بالنسبة لمادة التربية الإسلامية، شنو المواد اللي داخلة لطلاب الصف الثالث متوسط؟ خلينا نقرأ لكم شنو اللي داخلات. هذا الخبر رسمي من وزارة التربية. أولا، نصوص السور والآيات القرآنية الكريمة المؤشرة للحفظ ومعاني المفردات القرآنية. اثنين، الأحاديث النبوية الشريفة المطلوبة للحفظ ومعاني الكلمات. وعدم الاجتهاد بعكس ما ورد في كتابها مما يؤدي إلى أرباك أبناؤنا الطلبة. يعني وزارة التربية بشكل رسمي هسه نزلت الخبر على صفحتها الرسمية، قالت المواد الداخلة بمادة التربية الإسلامية لطلاب الصف الثالث متوسط فقط الآيات للحفظ هي والمعاني، والأحاديث الحفظ هي ومعاني، لأحكام التلاوة، لشرح السور مثل ما نزلنا الصبح مع المديرية تربية البصرة. ما عليك انت اقرا بس ذني، هسه نزل الخبر ورسمي. قلت لما نزلت الخبر وقلت لك خلينا نتاكد من وزارة التربية، تاكدت من وزارة التربية ونزلت هسه، قلت لكم على صفحتها وهسه نزلت لكم. لا تقرون غير هذه، بس الآيات الحفظ هي والمعاني الحفظ، والأحاديث الحفظ هي والمعاني، غير هذني لا تقرون لا أحكام التلاوة لا شرح لا كل شيء. عيني فما عليك اللي يقول لك المدرسة قسم من التعليقات اليوم يقول لي ست راسلت المدرسة وقالت لي الشرح داخل، لا مثل ما هسه يعني اليوم لما مدير تربية البصرة قال لي أحكام التلاوة، يعني كل واحد يطب كيف فتوى، أحكام التلاوة داخلة والشرح داخلة، لا هسه هذا خبر رسمي. شوفوا حتى هذا الكتاب، شوفوا هسه هذا الكتاب، خلينا نقرأ لكم إياه وأقرب عليكم. نصوص السور والآيات القرآنية الكريمة المؤشرة للحفظ ومعاني المفردات القرآنية، الأحاديث النبوية الشريفة المطلوبة للحفظ ومعاني الكلمات، بس هذني لا غير هين، مثل ما قلت لك بس ذني تحفظين، ما عليك بالأحكام التلاوة، ما عليك بكل شيء. وبعد ما أريد تعليق يقولوا لي ست هذا داخل وهذا داخل وهيج قلت لي وهيج قلت لي، هذا الفيديو آخر فيديو